دابا المشكل اللي عندنا وقع الاكتضاض على هذا الطريق، ومع صغيره تدي واحد السياره، وتزاد دابا مشكل بهاد الحجر اللي تتشوف وهاد التراب، وما دايرين لا بلاكات لا 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 حتى شي حاجه. والمهم حنا تنطالبوا بالسلطات يعدلوا لنا هذا الشيء، وراك تتشوف راه انا داروا لنا حاجه مشكل كبير بالنسبه للمخاطر اللي كاينه على الساكنه مثلا. والبارح واحد الدري صغير راه ما مقاطعينش هذيك الحفره راك تتشوفها، ما قاطعينهاش، دري صغير هرب للوالده ديالو. المهم غير الالطاف الالهيه اللي باش تسلك، لو كان طاح الله يحفظ راه حفر الله يحفظ 3 متر راه مشكل كبير. طلبوا انتم من الجهات المسؤوله، حنا تنطالبوا المسؤولين يسرعوا هذه الخدمه ويطلقونا، راه تنعانيوا بزاف من الغبره وتنعانيوا بزاف من المشاكل والحساسيه والتراب. المهم وما هنايا واش مضرر المسجد هو اللي مضرر بزاف. دابا حتى المصلين كانوا هنا، كان هنا باركينغ، كان هنا باركينغ السيارات، راه ما دابا ما تيقدروش يبلاصيو. المهم الغبره الجوامع البيبان ديما مبلعين، تيجيو الناس يصليو تلقاو الغبره. حطوا باركينغ، واحد الباركينغ استغلوه وحطوا فيه التراب مثلا. هذاك هو المشكل الكبير، هذاك هو المشكل. ها هو راه داروا تما جبل تاع التراب، الناس والجاليه المقيمه في الخارج تيجيو تيبلاصيو تما، تيجيو عيانين. دابا ما لقاوش فين يبلاصيو، مشكله كبيره. المهم ما كاين لا تنظيم، ما كاين لا تنظيم لا مراقبه. المهم تنطالبوا من السلطات يجيو يشوفوا هذا المنكر اللي وقع هنا في حي صونا سيدي، راه هذا منكر. وشكرا.